يا اهلا وسهلا فيكم، وياكم ماهر الخاجة، مخرج ومنتج سينمائي وملقب مايكل جاكسون العرب، حاصل على لقب مايكل جاكسون العرب من عائلة مايكل جاكسون منذ 2009. اليوم انا سعيد بتواجدي والاحتفال والانضمام في افتتاح محل مجوهرات عدنان في الوصل فيتا في شارع الوصل، واشكر الاخت زينب كهرمان على الدعوة الجميلة، واتمنى لهم النجاح الباهر والتوفيق في مجالهم. وصادف الاحتفال اللي هو الاحتفال بالعيد الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة، جدا سعيد بالتواجد والانضمام بهذه الاحتفالية، وتحياتي واخلاصي، اخوكم مارو الحاجة.